ننتقل لزميلنا أحمد أبو حماد من مركز إصلاح وتأهيل جويدة للسيدات، فرح ننتقل إليك أحمد. صباح الخير من جديد. صباح الخير كاثي، صباح الخير لنا لانا، وصباح الخير لضيفتك الكريمه. بنصب عليكم مره اخرى وعلى الهواء مباشره من محافظه العاصمه الحبيبه عمان، وبالتحديد من مركز اصلاح وتاهيل النساء. طبعا مشاهدينا، تسعى مديريه الامن العام متمثله باداره مراكز الاصلاح والتاهيل الى احداث التغييرات الايجابيه في حياه النزلاء ودمجهم في بعض البرامج الاصلاحيه، بالاضافه الى الاهتمام بالناحيه الثقافيه والتعليميه والنشر الوعي الاجتماعي والصحي والتنموي في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعا أيضا تقوم هذه الإدارة بتوفير البرامج التدريبية، المشاغل الحرفية لتعليم وتدريب وتأهيل النزلاء على بعض المهارات وأكسابهم بعض الخبرات العملية في العديد من المهن المختلفة. كل ذلك يؤدي إلى حياة أفضل، وأيضا تعليم النزلاء مهنة للمستقبل، وتساعد في ملء وقت فراغهم وأيضا إكسابهم بعض المهارات وتحسين وضعهم حتى يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع. طبعا راح تكون معنا عطوفة المقدم علياء ثامر، مديرة إدارة مركز إصلاح وتأهيل النساء. ستي بقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. مركز إصلاح وتأهيل النساء، إحنا الآن داخل قسم المشاغل الحرفية. سياسة مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح إنه إعادة تأهيل النزيلة منذ دخولها للمركز من أجل خروجها للمجتمع إنسانة فعالة. لحظة وجودها داخل المركز يتم إخضاعها لمجموعة من الدورات. في دورات عندي أكاديمية داخل قسم المراقبة، في عندي مجموعة من الدورات مثل اللغة الإنجليزية، الحاسوب، اللغة العربية الغير ناطقين فيها لأنه أنا عندي نزيلات أجنبيات. بالإضافة لوجود قسم المشاغل الحرفية داخل قسم المشاغل، بخضع النزيل لمجموعة من الدورات حسب رغبة طبعا النزيل. في نزيلات بحبوا مثلا الخياطة، التطريز الآلي، في عندي مشاغل خرز وإكسسوارات، في عندي تهديب شماغات، في عندي صالون، بالإضافة لفرن الحلويات. نعم. ستي، احنا نحكي عن أهمية إعادة تأهيل النزيلات لحتى يصبحوا عناصر فعالة ومنتجة بالمجتمع، يعني وجود هذه المراكز لحتى نعيد إعادة تأهيلهم من خلال العديد من البرامج والدورات، وأيضا وجود المرشدين، الأطباء النفسيين، كل ذلك يساهم في إعادة تأهيل النزيل داخل هذا المركز. نعم صحيح، أنا النزيل مجرد ما تدخل عندي للمركز بنعمل لها دراسة اجتماعية ونفسية. طبعا يتم معاملة النزيلة إنسانيا. إحنا سياسة مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل أنسنة العمل الإصلاحي. عندي أنا نزيلة ما بطلع نهائيا على شو القضية اللي إجت فيها عندي داخل المركز، أنا إلي أني أصلحها حتى ترجع إنسانة فاعلة للمجتمع. كل شكر لك ستي، يعطيك العافيه. فيك اهلا وسهلا فيك. اهلا مشاهدينا، ايضا راح تكون معنا ست نقيب فرح الحنيطي، وهي رئيس قسم المشاغل في مركز اصلاح وتاهيل النساء. ستي، حابين نتعرف اكثر على مراكز الخاصه والمشاغل الخاصه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل. نحكي اول شيء عن انواع المشاغل الموجوده. هذا المشغل بتكون من ثلاث أقسام، اللي هو عندنا قسم الحلويات. طبعا كل نزيلة حسب المهارة اللي هي بتعرفها يعني، فهي بتختار القسم اللي بيناسبها. عندنا قسم الحلويات، عندنا صالون ستاتي. طبعا إذا عندها مهارة يعني بمهارات الصالون، صبغة، قص، أي هاي مهارة بتعرفها حسب تخصصها. القسم هون اللي هو قسم خياطة، تطريز، خرز، حرف يدوية، شو بتعرف بتشتغل بإمكانها تبدع زي ما بدها. كل أدوات متوفرة، المواد الأولية متوفرة، وبرضو المركز بيأمن لهم تسويق لمنتجاتهم، فهم بالتالي بيقدروا يوفروا لهم مصدر دخل غير المصدر الدخل الموجود هون. مثلا هون مأمنين المواد الأساسية، بس في منهم بيحب يكون معها مصدر دخل إلها تشتري احتياجاتها الخاصة وهيك، فهاي منوفرة لهون فرصة عمل ومنها تدريب إلها بعد ما تطلع من السجون، بتأهلها لسوق العمل خارج إدارة السجون. بدنا نحكي أكثر عن توفير كافة المعدات، كل شيء محتاجه أو بتحتاجه النزيلة للتدريب والتأهيل حتى تسقل مهاراتها موجود داخل المركز. بالضبط، هون في مدربات مؤهلات من مرتبات
الأمن العام بيقوموا بتدريبهم. النزيل موفر لها الأدوات والمواد الأولية، الأجهزة اللي بتحتاجها، مثلا صالون مجهز بالمواد الأولية، مثلا صبغة، الأدوات، القص، أي أجهزة كهربائية بتحتاجها. الأقسام الثانية ماكينات خياطة، المواد الأولية مثلا خرز، أقمشة، ألوان تلون فيها للخزف، لها كلها متوفر. فلسطين اللي حاب يساهم ويساعد أي نزيلة من خلال شراء المعروضات أو الموجودة، يعني أنتم عاملين زي معرض مصغر يوجد فيه العديد من المعروضات ومنتجات سيدات النزيلات داخل مراكز الإصلاح، كيف بده يحصل على هذه السلعة وهذا المنتج؟ هسا الأمن العام هو أنا موفر، بس يعني إحنا اللي عارضينه اليوم بس نموذج لشغلهم، باقي الشغل طبعا هم أنتجوا كميات كثير كبيرة، مخصصين إحنا منها جزء للمعارض، يعني الأمن العام بيوفر لهم التسويق لهم برا إدارة السجون، عندنا معارض خارجية مثلا بازارات بالفنادق بالمعارض الدولية لهم جناح خاص فيهم بيقوموا بالتسويق لهم، والمردود بيرجع للنزيلة طبعا. كل الشكر لك ستي، يعطيك العافية. راح نشوف واحدة من المدربات. صباح الخير، نتعرف عليكي. صباح النور، وكيل أمل قواسمة. ستي بنحكي لنا عن شو طبيعة عملك وكيف بتساهمي من خلال خبرتك بصقل مهارات النزيلات، وكيف تعطوهم الوقت والمدة والمهارات والتدريب، وكيف بتشوفي قابلية النزيلات لتعليم مهن للحياة، لأنه بس يرجعوا إن شاء الله يطلعوا من المركز حتى يندمجوا بالحياة، يكون عندهم مهنة يقدروا يرجعوا يعيشوا من جديد وينخرطوا بالمجتمع. هلا احنا هون بالمشاغل مدربات، احنا اكثر من مدربه، بنعمل على عقد دورات بيشتغلوا عليها، اللي هي منها الخرز، عندنا التطريز اليدوي، التطريز الفرنسي، التطريز الالي، عندنا الخياطه، عندنا الصالون، عندنا الاشغال اليدويه اللي هي الخرزيات او الاكسسوارات عموما. انا بالنسبه لي يعني بدرب على اكثر من ماده، اللي هي التطريز اللي على الشبر، عندنا التطريز الفرنسي، الخياطة. النزيلة لما تنزل لعنا لهون شو ما كانت نفسيتها، احنا بنعمل على انه يعني نروقها مثل ما بنقول، نهديها، ان نحاول ننسيها شو اللي هي جاية عليه، على اساس انه نفسيا تكون مؤهلة لما تيجي تطلع، او انه يكون عليها الوقت اللي هي قاعدة عنا هون فيه تكون يعني وقت نقلل المدة عليها ونخفف عليها مدة الحكم، مرتاحة. عندهم قابلية الكل، يعني بيجي على المشاغل الكل حابب يتعلم. هلا الكل حابب يتعلم والكل بيحب انه ينزل، بالعكس هن بيحبوا ينزلوا هون لانه هو الوقت او المكان اللي بينسوا فيه المشكلة اللي هن جايين عليها. جميل، كل الشكر لك ستي، يعطيك العافية. سلمك يا رب، اهلا وسهلا. طبعا اخيرا مشاهدينا راح نحكي شوي عن التسويق الالكتروني وهو ما يميز هذا المشاغل. رح نحكي أنه بالإضافة أن وجود العديد من البازارات والمعارض الخاصة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بتم عرض هذه المنتجات كاملة لجميع النزيلات اللي حاب طبعا يساهم في مساعدتهم لحتى دائما يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع. وأيضا جديد أنه رح يكون هناك تسويق إلكتروني لهذه المنتجات. صباح الخير، نطرف عليك. يعطيك العافية. رقيب نادين جمعة من قسم البرامج في إدارة الإصلاح والتأهيل. تمام ستي، هلا احنا إضافة جديدة وشغلة ممتازة، احنا نواكب تواصل يعني التكنولوجيا والحداثة، وحتى نخدم أكثر هذه الشريحة راح يكون هناك تسويق إلكتروني. تحكينا عن الفكرة أكثر. نعم صحيح، إحنا قسم فريق البرامج معنيين بتسويق هاي المنتجات اللي بيصنعوها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. إحنا كمان بصدد إطلاق متجر إلكتروني بيعمل على تسويق هاي المنتجات اللي بيصنعوها النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. تمام، هلا نحكي الوضع العادي، كيف كنتوا تروجوا لهم من خلال المعارض والبازارات؟ طبعا كان من خلال معارض، يعني عرض للمنتجات، بنعرف اي حدا بده يجي يشتري القطع كيف انعملت اسعارها وايش الجهود المبذوله على هاي القطعه نفسها. جميل. نعم. طب كيف كانت ردود افعال الناس بس تشوف مثلا بعض القطع انه هاي شغل مركز اصلاح؟ سيده اردنيه نشميه اكيد بجوز ظروف الحياه كانت صعبه عليها، ولكن تعبت على حالها وانتجت شغله جديده وحبت تعرضها للناس وكمان تحسن من وضعها. طبعا ردود الافعال بتكون كثير ايجابيه، خاصه لما يعرفوا انها مصنوعه بايدي النزلاء. كان يعني حتى البيع كان يكون كثير ما شاء الله غاليين ولا لا؟ لا طبعا اسعارها متقاربه مع اسعار السوق طبعا.
نعم. كل الشكر لك ستي. الله يعافيك. طب مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة الحبيبة عمان، وبالتحديد المركز إصلاح وتأهيل النساء في منطقة الجويدة. هذا المركز يعتبر المراكز الرائدة والريادية على مستوى المنطقة والإقليم بشكل كامل، من خلال إحداث العديد من التغييرات الإيجابية في حياة العديد من النزيلات، ووجود العديد من البرامج الخاصة بإعادة تأهيل وإصلاح نزيلات هذا المركز، من خلال وجود العديد من المشاغل والدورات التدريبية الخاصة واللي بتساهم بصقل مهارات النزيلات وإكسابهم خبرات ومهارات مميزة للمستقبل، لحتى إن شاء الله بس يطلع يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة بإذن الله تعالى. لنا وكاثرة خليكم مع بعض اللقطات الصباحية واللي بتصف هذه العروضات وهذه المنتجات من مراكز الإصلاح والتأهيل، ويسعد صباحكم دائما وأبدا. شكرا لك زميلنا أحمد، يعطيك ألف عافية.